ميليشيا الحوثي وصالح عند اجتياحها مدينة تعز رمت بكل ثقلها على مناطق التحكم الرئيسة. هذه المنطقة هي أحد أهم مراكز التحكم الإداري والعسكري على حد سواء، لذلك وجدنا حجم الدمار فيها كبيراً، وقصص الإنسان كانت فيها مخيفة ومرعبة. حي الدمغة التابع إدارياً لمديرية القاهرة بمدينة تعز، أحد أهم الأحياء المتميزة بموقعه الاستراتيجي كونه يمثل البوابة الرئيسية لجبل صبر، إضافة إلى إطلالته المباشرة على كل من حي ثعبات شرقاً وحي الجحملية شمالاً وقلعة القاهرة ووسط المدينة غرباً. لذا ذهبت ميليشيا صالح والحوثي منذ الوهلة الأولى للسيطرة عليه وفرض تواجدها العسكري بقوة، وبالتحديد في يوم 19 من شهر مارس 2015، أي بعد 6 أيام فقط من اجتياحها المسلح لمدينة تعز. فكانت يعني منطقة دمغة هذه مسيطر على هذه المنطقة كامل، لم يستطيع الحوثي أن يسيطر على مدينة تعز بسبب نقطة دمغة هذه. في البداية عندما مسكوها كان مسيطر على المدينة، فعندما خرجوا منها اختل توازنهم ولم يستطيعوا أن يبقوا داخل المدينة، مما اضطرهم أنهم انزحوا إلى مديرية صالح. لما دخلوا لهنا أدوا لنا الرعب، الخوف، الغلق. الدبابة كانت تضرب من هناك، أبوي حقنا يرتقين، أنا نجي، أنا لنا مفر من أين نسرح، أين نولي، أين نسرح، إن إحنا نرقد بالمتابخ. كان رعب، كنا نختبر هنا تقريبا آخر السنة، وأجا المدير ويكلمنا قال طلاب أول وثاني وثالث نختبرهم 3 مواد بيوم واحدة، لأنهم خلاص درجاتهم عندنا ومحصلاتهم، بس قال الشارع خارج قدام المدرسة مليان مسلحين ودبابات ومدرعات وأطفال بهذا السن ما نخليهمش، كل واحد يروح عند أمه. نزل لنا من داخل صعدة إلى داخل تعز، إيش بيننا وبينهم الحوتة؟ مو بيننا وبينهم الحوتة، ذن إيش يشأوا مننا؟ إحنا ناسان يعني عزل جالسين ببيوتنا، مو يشأوا مننا، مو يدوروا مننا. الحوتة اعتدونا لداخل بيوتنا، شوفوا كيف بيوتنا، شوفوا كيف دمرونا، شوفوا كيف امرضونا، شوفوا لعقوها لنا كيفهم. استطاعت ميليشيا الانقلاب من خلال سيطرتها على حي الدمغة التحكم والسيطرة بنطاق واسع من المدينة، وذهبت من خلالها إلى ممارسات صلفها بحق أهالي الحي الذين أجبر أغلبهم على النزوح بعيدا، فيما بقي من تقطعت بهم السبل تحت جور وعبث تلك الميليشيا التي لم تولي ساكنا أو عابرا إيلا ولا ذمة. وربما نقطة الدمغة خير شاهد على ذلك الصلف الميليشياوي بكل صوره. بعدين احنا نزلنا عاد الحصار موجود، مش انه كان صعب، بس كانوا يجيبوا لنا مواد من الجبل، المواد الغذائيه كانوا اكثر يجيبوا لنا من الجبل مش من المدينه. يعني كان لما نروح الجبل نطلع للشعب ونشتري من الشعب، واغلب الاوقات كان احنا نجزع النقيل هنا في الطريق، ما نجزعش الرصده. الرصده كان ما حد يقدر يجزع ابدا خالص، لأنه قناص على طول. بعد ما نزحنا جلسنا كان قلوبنا يلهب على بيوتنا، إلى نزلنا وقوش أدخل البيت يقروا معي تحقيقات، المتارس كانوا خارج والضرب كانوا إلى داخل البيوت، قصف عشوائي. إيش 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 عملوا لنا الحوتة؟ مو بيننا إحنا وهم الحوتة، هذان الحوتة بداخل صعدة وإحنا من داخل تعز، وكل إحنا يمنيين.
نزحكم من بيتي، لان اول ضربه الدبابه جاء لدخلت بيتي وخرجوا قالوا لنا سيلفونا احنا من الغابر حق القذيفه ما قدرناش اصلا نمشي. يلا خرجنا ونزحنا لمنطقه ارفع، والبيت الذي نزحنا له يعني نال قسيمتين من الضرب، يعني ثلاث قذائف دبابه وكاتيوشا لفوقه، البيت اللي نزحنا اصلا لفوقه. قال كل شيء سرق شا اخرج دلا 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 شبند الباب احترالي لهون طفي السراق طفي السراق، فقعوني وآليت للصدر حقي. كان معظمهم يعني اطفال، كان معظمهم من الاطفال. في القيادة حقهم كانوا قيادات حوثية كما يقال، يعني قيادة كبيرة اللي يسمها القناديل، وكانوا يقود الأطفال هؤلاء. كان الأطفال هذا عندما نشاهدهم صامتين لا يتكلموا، كأنهم في حالة سكرة في حالة غسيل مخ. كانوا أذهب إلى صلاة العصر إلى صلاة الظهر في أمام مسجد الدمغة، أتيهم ما يتحدثش فيما بينهم، عليهم خمول يعني شديد جدا، يعني كالبركان الهامد، ما ترى شرهم إلا عندما ينزاح منك ترى الويل يسقط عليك. عزلت المدينة عن أريافها، منع الغذاء والدواء، أصبح الوضع لا يطاق، وتطلب الأمر وضع حد لتلك الممارسات. فكان يوم 20 سبتمبر 2015 بمثابة طوق النجاة لإزاحة ذلك الكابوس الميليشياوي الجاثم على الصدور، من خلال عملية عسكرية مباغتة دارت بتفاصيل متداخلة أسفرت عن اندحار عناصر الميليشيا من حي الدمغة. يوم ما تحرر هنا معركة لا يعلم به إلا الله، لا يعلم به إلا أرحم الراحمين. ما كنا إحناش نقرأ نخرج ولا نقزع، كيف نعمل، كيف الحل يا الله؟ إحنا عش نعيش، الذي تشرد يقزعون قزعون، والذي خبؤوا خبؤون، والذي ساروا ساروا، خلاص. وهو يوم جمعة أدانا عصر يوم الجمعة، فالشيخ السجارة جالس أصلي وقذيفة ضرب لهناك لهذا البيت، وبيت هذا ارتقه وأني جالس مفرد أصلي. قال خلاص قاهي نهايتي بالدنيا، قاهي خلاص، اللهم لك الحمد لك الشيخ شهدك وكبرك وجلسك وفق السجارة. السوم هذا حق قذيفة خنقني، جلس الرأس حقي أكثر من 4 شهور يوقعني ما اسمعش، وقرح بالسكر، ولحد الان في بالسكر، في بحزام ناري، في بضغط من القذيفه الذي وقع هنا. شعرت ميليشيا الانقلاب بعد اندحارها من حي الدمغه بأنها فقدت أهم مراكز تحكمها العسكرية والحيوية، لذا ذهبت إلى اتباع سياسة انتقامية ربما لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، عندما وجهت أفواه بنادقها ورصاص قناصيها وقذائف دباباتها المتمركزة في حي الجحملية وثعبات وتلتي سفتل والسلال نحو حي الدمغة، وكانت تنهال بشكل عشوائي على رؤوس أهالي الحي بمشاهد رعب حقيقية. فعندما انزاح الحوثيين من منطقة الدمغة يعني هلت علينا القذائف، كانت يوميا أقل شيء 3 هاونات 3 هوزر دبابات كاتيوشا، يعني الناس يعني عاشوا بجحيم. صحيح إذا وصفنا كقيامة صغرى، كانت في منطقة الدمغة عبارة عن قيامة صغرى، كانت القذائف سطوح المنازل، سطح المسجد، المدرسة، بالشوارع، ظلينا يعني نعيش تحت سلم المنازل اللي نسميها سيري الدرج، يعني ظلينا في يعني أكثر من سنة ونص وإحنا تحت السيري هذا ننام إحنا وأطفالنا. أتت قذيفة هاون قوة أعتقد 120 ما توازن قذيفة هوزر، أجاءت بسطح هذا الإكبار، وهو صلى الشهيدة أنيسة محمد بالوهد صلت المغرب مع زوجها في الغرفة المقابلة في
لهذا السيارة أو الأكبر كانت القذيفة في السطح هذه، فكانت كان هذا زوجها محمود في المقدمة وهي بالمؤخرة، فجاءت الشظايا بالجدار وأخذت يعني الزوجة من خلف الرجل، والزوج مقابل الشباك نفسه يعني أخذت منه كتفه فقط. وكانت ليلة مرعبة، الحوثيين جاءت القذيفة الأولى وخرج الناس أكثر من 100 شخص خرجوا يسعفوا، فإذا القذيفة الثاني كان يعني الناس ينبهونا انتبهوا القذيفة الثاني انتبهوا القذيفة الثاني، فإذا جاءت القذيفة الثاني خلف سور، جاءت خلف سور يعني بالحارة، لو كانت خرجت على السور بمتر فقط كانت ستقضي على 20 شخص أقل شيء. واحدة من أصحاب منطقتنا جارة عندنا دخل الحمام ومعه طفل صغير، وقع قذيفة لداخل الحمام وهم بالحمام، الابن ما عاد خرجش من حشائه، يعني قبرنه وقدته. القذائف لما كانن يصلين يعني حالة رعب، كانن حالة رعب، نحدف قهالنا ونغالطهم لا يسمعوهم، نغالط قهالنا لا يسمعوهم، ندي طاوات ولا يعني تناك ولا أي حاجة نطبل قهالنا لا يطرع عقولهم، لا يطرعوا مجانين، لا يطلعوا مجانين قهالنا. هذا كانوا لما يضربوا القذائف اللي عندنا الحوتة. أدى ذلك التصعيد من قبل ميليشيا الانقلاب إلى إلحاق أضرار بالغة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة، والنتيجة هذه المساحات الواسعة من الدمار والخراب، حتى وصل بهم الأمر إلى استهداف الأهالي في غرف نومهم، والطلاب في مدارسهم، والمصلين في مساجدهم، وعابري السبيل في طرقاتهم، بمشاهد تتبعنا جزءا منها وغابت عنا أجزاء كثيرة. ساقطت عدد من السيارات قنص لسائقها وإتماء، إحدى الحوافل مليان بضاعة ومواطنين فيها، قتل عدد منهم، أصيبت نساء، كان القنص عشوائي، كانت حارة الدمغة هذه لا يستطيع أحد يمشي في الخط من بداية ظهور على النقطة إلى أعلى النقطة، كانت هذه المنطقة يعني لا تستطيع أن تمشي أبدا. مرة كنا نازلين من صبير مع زوجي وعيالي والناس كان يقنص، طرحت عيالي بالأرض ودعست فوقهم، ما خلناش نجزع، أنا طرحت عيالي كذا بقاع الدباب وجلستك فوقهم، بعدين سبحان الله حصل المطر وبعدين قنص ما قنص إحنا مشينا، يعني كان الرصا هذا أصعب موقف. وهذا البنت كان ما تولد به، قزعنا من داخل صبر لا لما وصلنا مستشفى الحكمة وإحنا مطفئين السراج، لا أسونا شقتلونا بالسراج، وصلنا مستشفى الحكمة قالت الدكتورة كان أم مش تموت وأنه يموت، عملونا عملية وقالت 4 أيام تتعذب. هذا البنت دي قدامك، هذا البنت اللي كان يشعد أمي على ظهر الأرض طفل البريدة، مو ذنبه ذا الطفل البري. مرة يعني أثر أول ما بدأ المشاكل أثر القذائف وقع بها ضربة عصبية يعني انتهت، يعني يعملها فترة وسافرنا وماتت علينا. أم مبارك أحد النماذج الحقيقية التي تتلخص من خلالها عشرات القصص والحكايات المؤلمة في حي الدمغة، عاشت الألم بكل تفاصيله حين خطفت منها شظية قذيفة أطلقتها الميليشيا روح فلذة كبدها أحمد ذو 14 عاما. خرج من البيت وكانت الدنيا ممطر علينا بالقذائف وهم صمم اللي يخرج يلعب مع أصحابه، وفجأة ما أدري إلا قبل المغرب عادوا يوم الأول يزف لي أخبار واحد من أسرتنا أنه مات، من أتوفي من عائلة زوجي، وفجأة بنفس الوقت جاء شظية دخلت له من البطن
واستقر عند القلب طوالي طفاية، يعني عاد بل ما يسعفنا بالطريق مات. أول ما جابوا لي الخبر حقه قالوا لا تعور، لأنه ما يشوش بقعوني عدني افتقعت بالأولين. أول ما كلموني إنه أتوفي ما صدقش، حتى لما ثاني يوم جابوا لي هو خشبة مجمدة أضم على صدري واني أبكين، ما نش متوقع أصلا، كانوا يقولوا لي بإيده أصلا الإصابة. لا بعد المغرب جابوا لي خبر إنه هو توفي. لما جاءت لي والدتي تقول لي احمد الله، يعني ما عبوش داعي إن إحنا نغالطك بالكلام، ابنك توفي. يعني قاسمة لحد الآن، واني طبعا ما مشي إلا على سبرين من أعراض الحرب وفقايع، لأن مرة كل فترات جالي فاقع أكبر من اللي قبله. ما كادت الأم أن تطلق أنفاسها حتى فوجئت بإصابة ابنها الأكبر برصاصة قناص الميليشيا، اخترقت قدماه فضاعفت من وجعها، اتسع حجم الوجع حين اخترقت رصاصة أخرى بطن ابنتها الصغرى وأصابت عمودها الفقري، متسببة في إعاقة دائمة لها. دخل رصاصة طايشة من بطنها وهي ماشي بموكب عرس، وتدخل من بطنها وتخرج من الفقرة الثالثة حق العمود، وسببت لها أن تقول كانوا هنا قرروا لي عملية، لأن السائل النخاعي كان يمشي من العمود. دخلت لي من البطن وخرجت لي من الفقرة الثالثة، وصابت رجلي سنتين، وأنا الآن في بي سقط قدم بالرجل اليسرى وما قدرش أحركه. اضطرينا أن احنا نشله بعد ما خرج من العناية طوالي، سافرنا بصنعاء، عشنا أيام الله لا قبل أي إنسان ولا أي أم إن شاء الله، لأنه تعبنا من صدق. ما خروجنا من تعز لداخلة الحوبان، يعني تخيل لا ظهر وإحنا من الساعة 6 الصباح الفجر، وهي كأنه موت ما تقبلش، كان أحفوق حتى عزك الله الحفاظ، لأنه تعب علينا مرة. والحمد لله ربي عادوا كاتب للعمر، الابن الكبير قد خلص الثانوية، أصيب بطلقة نارية دخلت له من الرجل اليمنى وخرج من الرجل اليسرى، وسببت له كسر مع مسافة يعني من العظم أتهشم للنهاية. هاني أحمد هو الآخر دمرت قذائف الحرب منتزهاته السياحية الواقعة على أطراف حي الدمغة، والتي كانت مصدر رزقه الوحيد، أمر دفع به للبحث عن سبل رزق بديلة، لكنها لم تكن بالشكل الذي يؤمن فرصة البقاء له ولأسرته على النحو المطلوب. الحرب هدمت كل حاجة، الحرب هدمت كل حاجة، كل حاجة جميل بالنسبة لتعز كامل يعني. الحرب هدمت مستقبلي، لأنه كان الدخل قوي ما شاء الله، كنت أصرف مئات الألوف وأبني وأتسلف وأدين وأقضي وأعمل كل حاجة، يعني كنت عاد أنا بديت أتطور. الآن مصدر رزقي والله قد أتلف، وحتى حتى 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 ذهب إمرأتي والله إن أنا بعته كامل، يعني ما عاد لي أي طريقة، ما عندي أي مال. وبالتالي لجأت إلى أن اشتغلت في بيع البترول، أبيع بترول بالدبة، ويا ليت قد هو في دخل من البترول دخل كثير. لا، بعد الدبة 1000 ريال ولا 1500 ريال، أبيع الدبة بيومين، بعض الأيام 3 أيام، يعني تحصل بعد الدبة 1000 ريال ما دقيقة بعد 3 أيام. وهم نيتهم يقضوا على الحياة، هم مشنا مساهمين، هم نيتهم قضاء على الحياة بكل شيء، يعني ما يشاوش أي حاجة بالحياة، هم دمار من أنفسهم وخراب. أنا هم ساهم مساهمة سهلة، مساهمة جاءوا يصلحوا الموت لأمريكا ويميتون إحنا. جرائم ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في حي الدمغة لا تحصى ولا تعد، ضحاياها كثيرة، وكغيرها من أحياء تعز لم نجد لتلك الأحداث والتفاصيل إحصائيات تصف الأحداث وتفند الأرقام
خاصة وأن آلة القتل الميليشياوية لا زالت مستمرة عبر قذائفها التي تنهال على الحي حتى اللحظة ودون توقف. لحدت أنا وكفاء الحرب دمرنا أنهينا نجري بعد لقمة العيش بالصميل. إحنا مدمرين إحنا وجهالنا، زرعوا بقلوبنا الخوف، ما عاد اشتي بعد هذا معابوش، بعد هذا معابوش معابولنا مرض. وإعلم الله كم باقي من عمرنا، إعلم الله كم باقي من عمرنا. نشتي الشباب هذا العناصر هذا الورود الذي هم شبنوا اليمن، الورود هذا الذي شبنوا اليمن اشتيهم هذا يحتاجوا براحة بانشراح، ولا ما احنا انتهينا خلاص الحمد لله. كان الآن لو رحنا القرية بن عمي مش موجود قتل بالحرب، بن خالي مش موجود قتل بالحرب، بنت خالتي مش موجود قتل بالحرب، وفقدنا كل حاجة، فقدنا حاجات كثير. يعني لا يتاجروش بدماء اليمنيين، يكفي خلاص يكفي، تعبنا ومش نستسلم لهمش، حتى وإن تعبنا مش نستسلمش، مش نستسلمش أبدا. إذا نحن في جيل جاي وفاهم ومعنا حوثيين ومعنا تجار حلول. ما أقدمت عليه ميليشيا الإنقلاب في مدينة تعز إذا ما أخذ بمنظور قوانين الأرض وتشريعات السماء فإنها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.